تفضل. الله يسلمك. الله يحفظك. بقول لحضرتك انا عندي يعني عندي مرض مناعي كده اسمه كرونز، تمام؟ فده بيصيب الامعاء او المستقيم يعني، تمام؟ المرض ده من الاعراض اللي بتحصل معاه ان هو بيعمل زي غازات، بيعمل مثلا مخاط كده على فتحة الشرج وحاجة زي كده، فده عامل لي مشكلة في موضوع الصلاة، تمام؟ فأنا بقيت بعمل إيه مثلا لما أجي أصلي وفي غازات أو حاجة زي كده، فخلاص أنا بتوضأ وبنوي الصلاة وبصلي. لو حصل أي حاجة في الفترة دي، هي ما بتبقاش مقصودة إن هي تطلع غازات، بتبقى يعني زي تسريب كده بسيط، تمام؟ شوف يا شيخ، اختصارا تيمم وبكمل اختصارا، بس اختصارا فضل. إذا كان هذا الله يزيدك من فضله، إذا كان هذا الموضوع بصورة مستديمة ولا يمكن الاحتراز منه، فستكون أخذا حكم من بي سلس بول. إذا كان يمكن الاحتراز منه مرة ومرتين في اليوم، يلزمك أن تتوضأ. نرجع إلى حالتك، كان هذا حالة مستمرة يصعب الاحتراز منها، أخذت حكم مريض سلس البول، وإلا توضأت. اللي هو إيه بقى الحكم؟ حكم سلس البول تتوضأ وتصلي ولا تبالي. اه تمام. طب بالنسبه للمخاط او اللي هو بيبقى يعني كلام عام على المخاط وغيره الذي ينزل من الدبر. اه تمام. ماشي، بارك الله فيك.